بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نتكلم بسرعة على الباقي إن شاء الله، والباقي كله سهل والباقي كله إحنا إن شاء الله عارفينه، فلو قرأناه لوحدنا إن شاء الله هنكمل، بس إدينا بنساعد بعض. الثيرويد جلاند في مصطلح مهم قوي في بدايتها اللي هو الثيرويد بايندنج جلوبيولين، ده بيبقى بروتين بيمسك في الثيرويد في الدم، فلو قسنا التوتال هلاقيه عالي. لو الثيرويد بايندنج جلوبيولين عالي التوتال هيبقى عالي، مع إن الفري بيبقى نورمال. فعشان كده دايما الدكاتره ده بيعلمونا ان افضل حاجه نقيسها الفري تي 3 وفري تي 4، وافضل اختيار يعني لو قدامي تحليل واحد اعمله هيبقى التي اس اي، اسف التي اس اتش ثايرويد ستيمولينج هرمون، ده الموست سنسيتيف تمام، لان الفري تي 3 وفري تي 4 والتوتال كمان بيبقى فيهم لعب واستهلاك وهكذا. طيب الثيرويد بايندنج جلوبيولين اللي هو البروتين اللي بيمسك في الثيرويد ده، ايه اسباب انه يترفع؟ اي حاجه بتزود الاستروجين بيزود الثيرويد بايندنج جلوبيولين، كذلك بعض الثلاثه اتش، الاستروجين بريجنسي او استروجين ثيرابي او استروجين تيومر بيزودوا ثيرويد بايندنج جلوبيولين، ولانه بيطلع من برضه من حاجات اللي بتطلع من البلاسينتا. و3 اتش اللي هو فيرال هيباتايتس، يعني التهاب بس الليفر شغال بيطلع بروتينات، فالثيرويد بايندنج جلوبولين هيبقى عالي، هيروين وهيريديتري. اسباب الثيرويد بايندنج جلوبولين عكس الاندروجين، الاندروجين بيقلل الثيرويد بايندنج جلوبولين فالتوتال يقل، فولس لو توتال، لكن الفري تي 3 والفري تي 4 ايه بيبقوا قليلين. اندروجين ثيرابي واندروجينك تيومر، وكذلك اسباب بقى نقص البروتينات في الجسم كله، الثيرويد بايندنج جلوبولين ده جلوبولين بروتين، فبالتالي هيبقى ناقص مع الباقي البروتينات زي حاله الليفر سيروزز والنفروتيك سندروم والمال نيوتريشن، الثلاثه دول بيبقى فيهم هايبو البومينيميا وباقي البروتينات بتقل. بدانا نتكلم بقى عن مرض الهايبو ثايرويديزم، وانتم عارفينه بالتفصيل، في حاجه اسمها الهايبو ثايرويديزم بيبقى التوتال قليل، الفري قليل، وكذلك التي اس اي عالي لو برايمري هايبر ثايرويديزم، التي اس اتش اسف عالي لو برايمري هايبو ثايرويديزم، لكن لو سكندري نتيجه ان البيتويتري بايظه هيبقى التي اس اتش قليل. في كمان تحليلين هنا الكتاب الكلينيكال باثولوجي ضافهم، حاجه اسمها فري تي 3 ابتيك برده بيبقى قليل في الهايبو ثايرويديزم، وده واضح ان الابتيك قليل في الهايبو ثايرويديزم، وكذلك بيبقى عندي فري على توتال اندكس، فري ثايرويد على التوتال اندكس قليل في الهايبو ثايرويديزم، كل حاجه قليله في الهايبو ثايرويديزم ما عدا التي اس اتش لو برايمري، التي اس اتش بيبقى قليل لو سكندري. والحاجات سهله خالص، بيقول لي بقى معلومه على الهاشيموتو، من اهم اسباب او الموست كومن كوز اوف هايبو ثايرويديزم، بيبقى في الاول في كيس اوف هايبر، بعد كده بيبقى الجلاند اتدمرت فبيدخل في هايبو ثايرويديزم، بيبقى عندي انتي ثايروجلوبولين انتي بودي وانتي مايكروزومال انتي بودي، الانتي مايكروزومال ده هو اللي سبيسيفيك للهاشيموتو، لان الانتي ثايروجلوبولين ممكن يكون موجود في حاجات ثانيه كتير. لكن في حاله السكندري هايبو ثايرويديزم، يعني مشكله في البيتويتري، بنعمل اختبار كده بديه ثايروجلوبولين ثايرويد ريليزنج هرمون اللي بيروح على البيتويتري يخليها تطلع ثايرويد ستيمولينج هرمون، لو البيتويتري سليمه هيطلع جود ريسبونس. الجود ريسبونس معناه ان البيتويتري سليمه ومشكله في الهايبوثالاموس، لكن لو انا اديت ثايرويد ريليزنج هرمون ولقيت باد ريسبونس، معنى ذلك ان البيتويتري هي اللي بايظه لدرجه ان انا اديت لها الاستيميليتنج هرمون بتاعها بس البيتويتري ما طلعتش، يبقى ثايرويد ريليزنج هرمون تيست ده بيفرق لي هي بيتويتري ولا لا. ثايرويد ريليزنج هرمون جود ريسبونس يعني البيتويتري سليمه، باد ريسبونس والهايبوثالاموس هو اللي بايظ، باد ريسبونس يعني البيتويتري هي اللي بايظه. هايبر ثايرويديزم برضو بيكون في الفري تي 3 وتي 4 عاليين، لو عندي برايمري هيبقى تي اس اتش قليل، كذلك بيبقى في تي 3 ابتيك عالي والفري على التوتال اندكس عالي، يعني الفري بالنسبه للتوتال عالي. لو برايمري هيبقى زي ما قلنا مشكله في الجلاند فهيبقى تي اس اتش عالي، تي اس اتش قليل، ومش هيستجيب للثايرويد ريليزنج هرمون لان البيتويتري عليها سبريشن، البيتويتري عليها سيفير سبريشن، فمش هيستجيب للثايرويد ريليزنج هرمون. المفروض جود ريسبونس لان البيتويتري سليمه، بس ما علينا. دي المعلومه ان هو نو ريسبونس تو ثايرويد ريليزنج هرمون تيست. جريفز لان في سيفير سبريشن بيتهيألي على التي اس اتش والثايرويد ريليزنج هرمون موجود، يعني الثايرويد ريليزنج هرمون في الجسم طبيعي مش ناقص. فسبب التي اس اتش القليل ده ان في تي 3 وتي 4 عاليين. ما علينا، الجريفز ديزيز بيميزه ثايرويد ستيميليتنج انتي بودي او ثايروجلوبولين ستيميليتنج انتي بودي اللي هو اسمه الثاني انتي ثايروجلوبولين، عشان كده قلت ده نوت سبيسيفيك للهاشيموتو، ممكن يكون موجود في الجريفز كمان. وتي بي اي اللي هو ثايرويد بايندنج اميونوجلوبولينز
الثلاثة دول خاصين بالجريفز. أهم واحد تي اس اي ثايرويد ستيميوليتنج انتي بودي، ده في البرايمري هايبر ثايرويديزم، كلام سهل وكلنا عارفينه. الكلام المهم هيبدا يجي بقى برايمري هايبر سكندر هايبر، يبقى الثايرويد ستيميوليتنج هرمون هو اللي عالي من البيتويتري، يعني البيتويتري هي سبب ان في هايبر ثايرويديزم. البريجنانسي بقى، البريجنانسي بيبقى معاه ثايرويد بايندنج جلوبولين عالي صح، فيديني فولس هايبر ثايرويديزم عشان الثايرويد بايندنج جلوبولين عالي، فهلاقي التوتال تي 3 وتي 4 عاليين. بس الافضل اقيس فري تي 3 وفري تي 4، وناخد بالنا التي اس اتش في البريجنانسي كمان في لعب ازاي. اول خمس شهور بيبقى قليل، ليه؟ لان البلاسينتا في اول خمس شهور بتطلع هيومن كوريونيك جرادوتروفين وبتطلع كمان ثايرويد بايندنج جلوبولين، فبيعلي التوتال تي 4. ده وده يعملوا سبريشن للتي اس اتش. تاني، اول خمس شهور من الحمل التي اس اتش بيبقى قليل، مع ان الشخص ايه وثايرويد، يعني الشخص ما عندهوش هايبر ثايرويديزم، لا الشخص ايه وثايرويد الفري نورمال، بس التي اس اتش قليل. ليه؟ عشان الهيومن كوريونيك جرادوتروفين والثايرويد بايندنج جلوبولين عاليين دول قللوا التي اس اتش. بعد خمس شهور، بعد 20 اسبوع التي اس اتش يبدا يعلى. تمام، فناخد بالنا ادي اول معلومه مهمه، ان في البريجنانسي في لعب في التي اس اتش. احنا فهمنا ان البريجنانسي بيلعب في التوتال الفري نورمال، بس بيلعب في التوتال عشان الثايرويد بايندنج جلوبولين. تاني حاجه، الهيومن كوريونيك جلوتروفين بتلعب في التي اس اتش، اول 20 اسبوع بتقلله، بعد 20 اسبوع بيبقى نورمال او بيزيد. في حاجه اسمها سيك ايو ثايرويد، يعني العيان عنده ثايرويد هرمون كويس وتي اس اتش كويس، بس مشكلته ان البريفرال كونفرجن من تي 4 لتي 3 في مشكله، المرض مخلي الكونفرجن ده بايظ، فالتي تي 4 بدل ما يروح لتي 3 بيروح لحاجه اسمها ريفرس تي 3، فتسمى سيك ايو ثايرويد. هو التحاليل بتاعته كلها نورمال، الفري نورمال وكل حاجه نورمال، بس بدل ما عندي تي 3 عندي ريفرس تي 3، وبيبقى الراجل عيان. لو في سيفير إلنس بيحصل سبريشن على البتويتري. ربنا ياتينا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا. لو في سيفير ديزيز بيعمل سبريشن على البتويتري. تعال نقرا كده الكلام، سيك ايو ثايرويد اسمه نون ثايرويد إلنس، ان تي اي نون ثايرويد إلنس، بيبقى المشكله في الامراض الاخرى مؤثره على الثايرويد هرمون زي انفكشن تروما ام اي دايابيتس او رينال فيلير، او يكون في عمليه بيبقى في اكيوت مايلد فورم، عيان مثلا عنده اي برد دور برد مثلا، هلاقي التوتال والفري نورمال. التي 3 في مشكله، ليه؟ لان احنا قلنا المشكله في المايلد بيبقى الريفرسال من تي 4 لتي 3، فتي 3 قليل وفي حاجه اسمها ريفرس تي 3 هو اللي عالي، والتي اس اتش نورمال. هو ايو ثايرويد، ايو ثايرويد بس سك. ليه سك؟ لان التي 3 سك، التي 4 بيتحول لريفرس تي 3 مش لنورمال تي 3. لو في سيفير إلنس بيحصل بتويتري انهبيشن، فيبقى عندي التي اس اتش قليل، تي 3 وتي 4 قليلين، هيبقى عندي تي اس اتش قليل، تي 3 وتي 4 قليلين، ولكن ريفرس تي 3 عالي، فده اللي بيقول ان المشكله في مرض عندك ريفرس تي 3 عالي. الله اكبر الله اكبر. فلو سيفير إلنس بيبقى عامل ثايرويد انهبيشن بتويتري انهبيشن، فهلاقي كله قليل ما عدا الريفرس عالي لان ده سك. طيب في الريكفري بقى، خلاص ده سيفير وبيخف، هلاقي التي اس اتش بدا يعلى ترانزيانت لحد ما الثايرويد هرمون يعلى ويخليه نورمال تاني، يبقى تاني في ال السك ممكن يخلي لي التي اس اتش نورمال او قليل لو سيفير، او عالي لو بيخف بعد كده يرجع قليل تاني، علامته ريفرس تي 3. الفولو اب بتاع التريتمنت، خلاص لو انا عيان عنده هايبوثايرويديزم وعالجته او هايبر ثايرويديزم وعالجته، هعمل فولو اب ازاي؟ في الهايبوثايرويديزم انا بديله من بره تي 4، فعاوز اشوفه بياخد الدواء ولا لا، هلاقي التي 4 خلال 4 دايز عالي، تي 4 خلال فيو دايز عالي. طيب امتى التي 3 يعلى؟ بعد 3 اسابيع، تي 3 في 3 ويكس، لانه بياخد وقت عشان اقيسه، فانا خلاص الشخص خد مني الدواء اهو، بعد 4 ايام لو انا عاوز اشوفه بياخد الدواء ولا لا اعمل له تي 4. عاوز اريحه في البيت كده اقول له خلاص بعد 3 اسابيع هنعمل تحليل توت الفري تي 3. طب ليه مش اعمل تي 3 خلال اول كام يوم وخلاص؟ لان التي 3 بياخد وقت، تي 4 4 دايز، تي 3 3 ويكس. تي اس اتش لا، ده بياخد وقت طويل، بياخد 7 اسابيع تقريبا، من 6 ل 8 اسابيع، وناخد بالنا ان 4 زائد 3 7، من 6 ل 8 اسابيع مينيم، يعني ايه متوسط 7 اسابيع. فاقول له لا، بعد شهر ونص هنقيس الايه التي اس اتش، يعني لو حاله
لو حاله هايبو ثايرويديزم عاوز اشوفه بيعلى ولا لا، مثلا هقول له بعد اسبوعين، بعد 3 اسابيع هنعمل تي 3، بعد 6 اسابيع هنعمل تي اس اتش اشوفك بتاخد الدواء ولا لا. لو هو ما بياخدش الدواء هلاقي التي اس اتش لسه عالي، التي اس اتش لسه عالي مع انه لانه هايبو، وهلاقي التي 4 نورمال. تمام، ده بور كومبلاينس، يعني المفروض بعد 6 اسابيع التي 3 يبقى نورمال. لا ده لسه عالي، معنى ذلك ان الشخص ما بياخدش، الشخص ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش الدواء كويس. لان لو بياخد الدواء كويس خلال 6 اسابيع او 7 اسابيع هيبقى التي اس اتش رجع نورمال تاني. يبقى تاني اعالج الفولو اب ازاي؟ تي 4 خلال كام يوم؟ تي 3 3 اسابيع، تي اس اتش ينزل، هو هايبوثايرويديزم ينزل تي اس اتش بعد 7 اسابيع، من 6 ل 8 اسابيع. لو انا بعد 6 اسابيع بعد شهر ونص لقيته عالي لسه، يبقى الشخص ده بور كومبلاينت، بياخد الدواء نورمال تي 4، واخد الدواء قبل ما يجي لي مثلا، فالتي 4 نورمال، لكن التي اس اتش كان عالي، حاجه شبه الايه؟ الهيموجلوبين اي 1 سي. التي اس اتش محتاج عشان ينزل محتاج 7 اسابيع اخد دواء مستمر، يعني شهر ونص. طيب لو عين هايبر ثايرويديزم بقى، خلال اول 6 شهور بتابع بالفري تي 3 وفري تي 4 بس، لان التي اس اتش بيبقى قليل، محتاج 6 شهور مش 6 اسابيع، 6 شهور عشان يرجع تاني نورمال. تمام، فانا بديله الدواء اللي هو كاربي مازول او الحاجات دي كلها، واقول له هنساعد سنه وهنعمل التحليل تاني. مش احنا الكاربي مازول بنقول لازم نمشي عليه مينيمم سنه في الهايبر ثايرويديزم؟ بديله بيتا بلوكر 40 وكاربي مازول 40، بعد كده بشيل البيتا بلوكر لما السيمتومز تروح، وقلل الكاربي مازول 5 5 لحد ما اوصل ل5، وبعد سنه بعمل التي اس اتش. ليه؟ لان خلال اول 6 شهور التي اس اتش بيفضل قليل برضه، فبعد سنه لما اعمله يطلع نورمال خلاص انت كده خفيت، لسه قليل، يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت كده الدواء مش نافع معاك، في فيلير اوف ثيرابي. السي بي سي، السي بي سي والليفر فانكشن تيست، علشان لو بياخد ثايروراسيل او كاربيمازول بيعملوا اجرانيولوسايتوزيس، فلازم نتابعهم بالسي بي سي. تمام، يبقى في الهايبو التي اس اتش يرجع نورمال، هو بيبقى عالي يرجع نورمال بعد 6 اسابيع، وحاجه شبه الهيموجلوبين اي 1 سي كده، لو العيان بيضحك عليا هلاقي النورمال في تي 4 لانه بيعلى خلال كام يوم، لكن التي اس اتش هلاقيه لسه عالي، المفروض عشان ينزل محتاج 6 اسابيع ايوثايرويد. لكن في الهايبر التي اس اتش بيبقى واطي وبيحتاج عشان يعلى 6 شهور ايوثايرويد، فانا ما بعملوش غير بعد سنه اشوف الدواء بتاعي ناجح ولا مش ناجح. الايوثايرويد بيشنت ممكن يبقى معاهم تي اس اتش قليل، وممكن يبقى معاهم تي اس اتش عالي في بعض الحاجات. امتى عيان ايوثايرويد يبقى معاه تي اس اتش قليل؟ ده معنى ذلك ان العيان ده ممكن يكون هايبر ثايرويديزم، يعني الجلاند بتطلع ثايرويد كتير، راح عامل انهبيشن للبيتويتري فخلى تي اس اتش قليل، الانهبيشن ده لجم الهايبر ثايرويديزم شويه، خلاه يقل شويه، يعني قدر يسيطر على الثايرويد جلاند الفظيعه دي، ولكن كونه قليل معنى ذلك ان ثايرويد جلاند شغاله زياده عن اللزوم، يعني احنا حافظين النيجاتيف فيدباك، لو ثايرويد نورمال تي اس اتش هيبقى نورمال، لو ثايرويد عليت شويه التي اس اتش هيقل شويه، لو ثايرويد خفت التي اس اتش هيقل عشان يخليها تشتغل. تمام، فلو لقيت عيان نورمال ثايرويد، نورمال توتال فري تي 3 وفري تي 4 والتي اس اتش قليل، معنى ذلك ان عنده سب كلينيكال هايبر، سب كلينيكال هايبر يعني تي 3 وتي 4 دول عملوا سبريشن للبيتويتري. تمام، بس بما انهم نورمال فده سب كلينيكال. طيب لو عالي والعيان فري تي 3 وفري تي 4 نورمال، يبقى ده سب كلينيكال هايبو، يعني هو فعلا عنده نقص في الغده بس التي اس اتش العالي ده سيطر عليه وفضل مسيطر عليه، اول ما البيتويتر يتقع هيحصل له هايبوثايرويديزم بقى، تي اس اتش هيبقى اول ما الثايرويد جلاند تستهلك هيدخل في هايبوثايرويديزم، التي اس اتش هيبقى عالي قوي وكمان التوتال هيبقى قليل، فهو سب كلينيكال عشان هو ايه؟ ثايرويد، لكنه هايبو علشان التي اس اتش عالي. ما انا يبقى الموضوع واضح، طالما هو ايو ثايرويد فهو سب كلينيكال، العيان مش حاسس بحاجه، لكن التي اس اتش العالي يقول لي ان هو عنده هايبوثايرويديزم. كذلك طالما هو سب كلينيكال العيان مش حاسس بحاجه، مش جاي للعياده، مش في العياده، سب كلينيك. تمام، لكن التي اس اتش القليل معناه ان هو هايبر ثايرويديزم، يبقى ده مصطلح بتاع سب كلينيكال هايبو او هايبر. كذلك احنا قلنا في البريجننسي اول 20 اسبوع اول 5 شهور التي اس اتش بيبقى قليل، ليه؟ عشان البلاسينتا بتطلع اتش سي جي كتير وكمان بتطلع ثايروجلوبين اللي بيعلي التوتال،
فالتي اس اتش بيبقى قليل تمام، لكن بعد كده بيعلى، بعد كده بيبقى عالي، والعينه برضو ايه تايرويد. اول ست شهور من علاج الهايبر ثايرويديزم، مش احنا الهايبر ثايرويديزم الجريفز مثلا بيخلي التي اس اتش قليل، طب انا بدي الكاربيمازول بقيسه بعد سنه التي اس اتش واحكم، واحكم انا ايه انا انا نجحت في علاجه ولا لا. تمام، يبقى ست شهور من علاج الهايبر ثايرويديزم. النون ثايرويد إلنس اللي هو السيك ثايرويد سندروم ده في السيفير كيس بيعمل انهبيشن للتي اس اتش وبيبقى الريفرس هو اللي عالي بس. دراج زي الدوبامين، الدوبامين اللي بيعمل انهبيشن للبرولاكتين بيعمل انهبيشن للتي اس اتش. الجلوكوكورتيزويد اللي الكورتيزون اللي بيعمل انهبيشن للاي سي تي اتش بيعمل انهبيشن كمان للتي اس اتش. البيتويتري كلها بتشتغل مع بعض. التي اس اتش امتى يبقى عالي في عين ايه ثايرويد؟ يا اما سب كلينيكال هايبو ثايرويدز يا اما نون ثايرويد إلنس. في الريكفري ستيج هيبقى التي اس اتش يعلى لحد ما العيان يطلع ثايرويد هرمون من الجلاند فيقلل التي اس اتش وبعض الدراجز. عيان ايه ثايرويد معاه هايبو هايبر ثايروكسيميا، يعني عيان عنده الفري نورمال مع انه التوتال عالي، ده عيان اللي عنده ثايرويد بايندنج جلوبولين عالي او عنده نون ثايرويد إلنس، هيبقى برده عنده التوتال عالي مع ان الشخص نورمال. ده خد النون ثايرويد إلنس بيلعب في الثايرويد جامد قوي، بيعمل كل حاجه في الثايرويد. سام دراجز امتى العيان يبقى ايو ثايرويد مع ان عنده التوتال قليل؟ لو عيان عنده لو ثايرويد بايند جلوبولين، عيان بياخد اندروجين مثلا، او عيان عنده هايبو البومينيميا، هيبقى التوتال قليل مع ان الفري نورمال. عيان نون ثايرويد إلنس وسام دراجز كده خلصنا الصفحه دي، وباقي الصفحه دي حاجات انتوا حافظينها حاجات انتوا حافظينها في المنهج، مثلا انتي جلوميرا بيزمنت ممبرين ده جود باشر، عيان عندي انتي جو في المايو في المايوباسي، عيان عنده مثلا ارنب في الميكسد، عيان عنده انتي سنت في الكريست، انتي توب ايزوماريس في السكليروديرما، في السكليروديرما الاي ام اي انتي ميتوكوندريال في البرايمري بريليسيلوزز، لكن انا اسماء اللي هو الاي اس ام اي انتي سموز ماسل ده في الاوتو اميون هيباتايتس، واللاكوم والاس ال اي برده في الاوتو اميون هيباتايتس، انتي سميث سبيسيفيك للسيم جروب بس هو الانتي دبل ستراند، انتي سي سي بي سبيسيفيك للروماتويد، الحاجات اللي احنا حافظينها بتاعه الروماتولوجي. بالتوفيق لكم، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.